صباح الخير متابعينا في الأردن. نهار اليوم الثلاثاء بإذن الله بتنخفض درجات الحرارة قليلا مقارنة بيوم أمس الاثنين، ولكن تبقى أعلى من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، وتستقر الأجواء في عموم مناطق المملكة بإذن الله. أما اليوم الثلاثاء كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عمان نهارا 20 مع أجواء غائمة جزئية، والملموسة أيضا 20 ونسبة الرطوبة 71% وسرعة الرياح 13 كيلومتر في الساعة لتكون غربية خفيفة السرعة. أما كيف رح تكون درجات الحرارة بإذن الله في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا وإربد نهارا بتسجل 18 ليلا 9، المفرق 20 ليلا 9، جرش 21 نهارا 9 ليلا، وعجلون 16 نهارا و8 درجات مئوية ليلا مع أجواء بإذن الله غائمة جزئية. أما مناطق الوسط والعاصمة عمان 20 نهارا 10 ليلا، البلقاء 20 نهارا 10 ليلا، والزرقاء 22 نهارا 10 ليلا، ومدى بين 18 و8 درجات. أما البحر الميت أجواء لطيفة نوعا ما 25 نهارا و14 درجة بتسجلها ليلا بإذن الله مع أجواء غائمة جزئية. أما المناطق الجنوبية ابتداء مع الكرك 16 ليل نهارا 8 ليلا، الطفيلة 15 نهارا 9 ليلا، وجبال الشراه 16 نهارا 11 درجة ليلا، ومعان 24 و11 ليلا، أما العقبة 25 نهارا و16 درجة مئوية ليلا، وأيضا أجواء بإذن الله غائمة جزئية. أخيرا المناطق الشرقية وكل نرويشد الصفاوي والأزرق درجات حرارة متقاربة جدا بين 27 و26 نهارا، أما ليلا بتنزل ل 13 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئية بإذن الله، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. متابعينا بدي منكم تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس، ولاقونا في باقي نشراتنا القادمة بإذن الله. لهون إلى اللقاء.